بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيها عن الـ multiple reactions، يعني مش شرط إن الرياكتور بتاعي يكون فيه رياكشن واحدة بس اللي بتحصل، وعلى حاجات جديدة اسمها الـ yield والـ selectivity. يعني إيه الـ yield والـ selectivity؟ selectivity بيقول لي هي الـ moles of the desired product divided by the moles of the undesired product. يعني إيه؟ يعني أنا ساعات بكون عاملة chemical reaction عشان أطلع product معين، وللأسف بيحصل معايا side reaction بتطلع لي product تاني أنا مش عايزاه. عدد المولات بتاعت الـ desired product لو قسمتها على عدد المولات بتاعت الـ undesired product بيبقى هي دي اللي اسمها selectivity. تمام؟ طيب الـ yield بقى يعني ايه yield؟ yield is the moles of the desired product formed، عدد المولات بتاعت الـ desired product اللي طلعت مقسومة على ايه بقى؟ moles of the desired product that would have been formed if there were no side reactions and if complete conversion of the limiting reactant had been taken had taken place. يعني ايه بقى؟ يعني عدد المولات اللي طلعت على عدد المولات اللي كان مفروض تطلع لو انت ما كانش عندك سايد رياكشن والكونفرجن كان 100%. خلاص، وهنشوف الكلام ده اكتر هيبان لما نيجي نحل المساله. يعني ايه اليلد؟ خلينا نحفظ الاكسبريشن ده، هي عدد المولات اللي طلعت على عدد المولات اللي كان مفروض تطلع في احسن الحالات، اللي هو لو انت ما عندكش سايد رياكشن والكونفرجن بتاعك كان 100%. تعال المساله دي بتقول لي ايه؟ إيثين بيديني إيثيلين وهيدروجين، لكن للأسف الإيثين ده أول ما الهيدروجين بيطلع بيبتدي يتفاعل معاه ويدوني 2 ميثين. خلاص، يبقى الأصل بتاعي إيثين بيديني إيثيلين وهيدروجين، والسايد رياكشن بتاعي إن الإيثين بياخد الهيدروجين يديني 2 ميثين. أوكي، التو رياكشنز دول take place in a continuous reactor at steady state. The feed contains 85 مول percent إيثين، الفيد بتاعي فيه 85 مول بيرسنت ايثين، والبالانس انرت بقيت ال 100% انرت. انرت يعني ايه؟ يعني ماده خامله داخله معايا بس مش بتتفاعل. The fractional conversion of ethane is 0.501 and the fractional yield of ethylene is 0.471. يبقى هو اداني الكونفرجن بتاع الايثين واداني اليلد بتاع الايثيلين. اوكي، calculate the molar composition of the product gas and the selectivity of ethylene to methane. يعني ايه selectivity؟ قلنا selectivity هي عبارة عن ال desired product. ال desired انت اصلا عامل التفاعل ده كله عشان تطلع ايثيلين، وال undesired هو الميثين اللي طلع لك، فهو عايز selectivity بتاعت الايثيلين بالنسبة للميثين. خلاص، طيب تعالوا نحل كده واحدة واحدة ونشوف هنحل حاجة زي كده ازاي. ادي التو reactions بتوعي، بما ان عندي تو reactions فهيبقى عندي حاجتين، حاجة اسمها R1 وحاجة اسمها R2. R1 هي عدد المولات اللي اتفعلت في الرياكشن الاولاني، وR2 هي عدد المولات اللي اتفعلت في الرياكشن التاني. نرجع ونروح تاني، هو كان مديني الكونفرجن بتاع الايثين واليلد بتاع الايثيلين. اوكي، طيب قلنا اول حاجة احنا عايزين نرسم المسألة عشان نتخيل هي عاملة ازاي. الفيد بتاعي مفهوش غير ايثين وانرت، وزي ما قلنا نوت قبل كده احنا الفيد بتاعي برضو الرياكتنس بتوعي بكتبهم في الاوتبوت ستريم. تمام، الايثين زي ما داخل حبة منه هيطلعوا، والانرت نفس الكلام. طيب قبل ما ابتدي احل المساله بعمل ايه؟ قلنا قبل اي حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم degree of freedom، number of degrees of freedom معناها ايه؟ number of stream variables minus the number of independent equations minus the number of independent given variables minus the number of additional relations. عندي كام stream variable؟ اقف على كل stream شوف عليه كام component. ها، 1 2 3 4 5 6 7. واوعى تنسى ان انت ظهر لك variables جديد، واحد اسمه R1 وواحد اسمه R2. يبقى الستريم فاريبلز بتوعك كام؟ 7 بلس 2 ل2 دول، عشان عندي 2 كيميكال رياكشنز. اقدر اكتب كام ماتيريال بالانس ايكويجن؟ انت عندك كام اصلا كومبوننت؟ ايثين ايثيلين هيدروجين ميثين انرت، يبقى انت عندك كام؟ عندك 5. عندك كام اندبندنت جيفن؟ كام جيفن ما كنتش هتعرف تجيبه لوحدك؟ ها، هو ما عنديش غير النسبه دي، يا ترى هاخد النسبتين ولا واحده منهم كفايه؟ لا طبعا واحده منهم كفايه، لان الثانيه انا ممكن اجيبها لوحدي. اوكي، يبقى عندي 1 جيفن. هل عندي اي ريليشن؟ اه، انا عندي 2 ريليشنز مديهم لي، واحده في شكل كونفرجن وواحده في شكل ييلد، يبقى عندي 2. لو جينا نحسب الديجري اوف فريدم هنلاقيها 1 يعني ايه؟ 1 يعني اندر سبيسيفايد، ناقص لي معلومه واحده. طالما دي 1 يبقى انا ناقص لي معلومه واحده عشان احل. تمام، وبما ان هو مش مديني اي فلو ريت يبقى انا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن افرض بيسس. خلاص، as there is no given flow rate you can assume basis. قلنا هنفرض basis منين؟ هفرضه من الحته اللي بتسهل لي الحل، وهنا طبعا واضح ان انا هفرض 100 مول عند الفيد. تمام، عند الانبوت. فلو فرضت ان الانبوت بتاعي
100 مولز، يبقى بدل ما هقول ان دول percentages 85% و 15%، لا هقول ايه؟ هقول 85 مول بير اور و 15 مولز بير اور. والانرت ده لطيف قوي ليه؟ لانه زي ما بيدخل زي ما بيخرج، داخل 15 مول بيطلع 15 مول. طيب نعمل ايه بعد كده؟ تعالوا نشتغل على component component ونعوض في الإيكويجن اللي بتقول لي النمبر في أي component out هو عبارة عن النمبر في مولز in زائد الاستويكيومتريك coefficient في الار. خد بالك ان انا المرة دي عندي two reactions، فهقول الاستويكيومتريك coefficient بتاع التفاعل الاولاني في r1 زائد الاستويكيومتريك coefficient بتاع التفاعل الثاني في r2. يبقى لو حاجة اتكلم على الايثين هقول ايثين out بتساوي الايثين in اللي هي كام؟ اللي هي 85 زائد الاستويكيومتريك كوفيشنت بتاعه في التفاعل الاولاني اللي هو هنا كام؟ ماينس في ار1، ماينس 1 في ار1، والاستويكيومتريك كوفيشنت بتاعه في التفاعل الثاني بكام؟ بماينس 1 برضه، عشان هو في الحالتين رياكتنت، وكل مره الاستويكيومتريك كوفيشنت بتاعه بيبقى 1، فيبقى ماينس 1 هنا وماينس 1 هنا. 85 ماينس ار1 ماينس ار2. تعالوا نفكر فيها كده منطقيا، هل كميه الايثين اللي طلعت من هنا ينفع اقول انها كانت الكميه اللي داخله ناقص اللي اتفعله في التفاعل الاولاني ناقص اللي اتفعله في التفاعل الثاني؟ اه الكلام ده منطقي، تمام. طيب تعالوا نعمل الكلام ده على الايثيلين. ايثيلين اوت بتساوي ايثيلين ان زائد الاستويكيومتريك كوفيشنت بتاعه في التفاعل الاولاني في ار1 زائد الاستويكيومتريك كوفيشنت في التفاعل الثاني ار2، تمام. طيب اصلا هو مش موجود في ار2، يعني اصلا الايثيلين ده مش موجود في التفاعل الثاني خالص، معناه ان الترم ده مش هيبقى موجود عندي، صح؟ طيب يا ترى هل انت مدخل اي ايثيلين ان؟ لا انا بصراحه الفيد بتاعي ما فيهوش اي ايثيلين، خلاص يبقى برده الحته دي بزيرو. الاستويكيومتريك كوفيشنت بتاعه هنا كام؟ بلس 1، يبقى بلس ار1. يبقى ينفع اقول ان الايثيلين اوت هو عباره عن ار1، هو عباره عن كميه المولات اللي اتفعلت في التفاعل الاولاني بس. اه طيب تعالوا بقى على الهيدروجين، نفس القانون بتاعي، هيدروجين اوت بتساوي هيدروجين ان زائد الاستويكيومتريك كوفيشنت بتاعه في كل رياكشن في الار بتاعها، استويكيومتريك كوفيشنت 2 في الار بتاعتها. خد بالك بقى معايا حاجة مهمة قوي هنا، الهيدروجين مرة طالع برودكت ومرة داخل كرياكتنت، معنى كده ان في مرة هيبقى الاستويكيومتريك كوفيشنت بتاعه بالبوزيتيف وفي مرة تانية هيبقى الاستويكيومتريك كوفيشنت بتاعه بالنيجاتيف. ازاي؟ تعالوا نعوض في الرياكشن دي، في الايكويجن دي. الايكويجن دي بتقول لي الهيدروجين اوت بتساوي هيدروجين ان، يا ترى انت عندك اي هيدروجين هنا؟ لا ما عنديش، يبقى هيدروجين ان بزيرو، خلاص. زائد الاستويكيومتريك كوفيشنت بتاعه في التفاعل الاولاني كام؟ بوزيتيف 1، صح؟ والاستويكيومتريك كوفيشنت بتاعه هنا كام؟ نيجاتيف 1. يعني كاني بقول ان الهيدروجين اوت عباره عن ار1 ماينس ار2. طب هل منطقي ان الهيدروجين كميته اللي طلعت بره اللي طلعت في الاخر خالص تبقى عباره عن اللي انتجت في اول رياكشن ماينس اللي استهلكت في تاني رياكشن؟ اه الكلام ده منطقي، لان انا اصلا مش مدخل اي هيدروجين من بره، يبقى الهيدروجين هيطلع لي ايه في الاخر؟ اللي طلع من اول تفاعل ناقص اللي اتاكل في تاني تفاعل، صح؟ طيب تعالوا نعمل بقى على مين؟ على الميثين. ميثين اوت بتساوي ميثين ان زائد الاستويكيومتريك كوفيشنت بتاعه في التفاعل الاولاني ار1 زائد الاستويكيومتريك كوفيشنت بتاعه في التفاعل الثاني ار2. هل انت مدخل اي ميثين من بره؟ لا. طب هل الميثين اصلا موجود في الرياكشن الاولاني؟ لا. يبقى ما قداميش غير ان انا اقول ايه؟ ان الميثين اوت عباره عن نكتبهم بقى بشكل مبسط بدل ما هما مكتوبين كده، هقول ايه؟ الايثين اوت عباره عن 85 ماينس ار1 ماينس ار2، الايثيلين اوت عباره عن ار1، هيدروجين اوت عباره عن ار1 ماينس ار2، ميثين اوت عباره عن 2R2، تمام؟ أنا بس كتبتهم هنا ليه؟ هما دول؟ هما دول، بس أنا كتبتهم بشكل إيه؟ بسيط كده عشان ما يبقاش عندي رموز كتير وحاجات وبراكتس وكده، خلاص؟ طيب أنا كده جبت الأوتبوتس كلهم بس بدلالة إيه؟ الـ R1 والـ R2. طب أجيب إزاي الـ R1 والـ R2؟ محتاجة أستخدم الـ relations اللي هو كان مديهولي، صح؟ الـ relations بتاعتي كانت أول واحدة بيقول لي إن conversion بتاعت الإيثيلين 0.501 أو 50.1%. conversion يعني ايه؟ reacted على ايه؟ يا ترى ايه كمية المولات اللي تفاعلت من الايثين؟ هقول ايه؟ يا اما اقول input minus output على input، صح؟ يبقى 85 minus الكلام ده يطلع لي r1 plus r2 على ال in اللي هو 85،
او اقول على طول رياكتد على ان ايه الحبه اللي تفاعلوا من الايثين، هما الحبه اللي تفاعلوا في الرياكشن الاولاني زائد الرياكشن الثاني اللي هو R1 زائد R2. اوكي، من هنا انا قدرت اجيب علاقه، بس جبت R1 plus R2 على بعض، ما جبتش واحد فيهم لوحده. طيب اعمل ايه بقى؟ هستخدم الريليشن الثانيه. الريليشن الثانيه بتقول لي ان اليلد بتاعت الايثيلين هي عباره عن 0.471. دي بتساوي ايه؟ اللي افتكر الديفينيشن بتاع دي، عدد المولات اللي طلعت على عدد المولات اللي كان مفروض تطلع لو ما كانش عندي سايد رياكشن والكونفرجن كان 100%. لا، واحده واحده كده. طيب بالنسبه للايثيلين، عدد المولات اللي طلعت قد ايه؟ عدد المولات اللي طلعت R1، صح؟ يبقى ادي R1 اهي، R1 اهي. عدد المولات اللي كان مفروض تطلع لو ما كانش عندي سايد رياكشن، تخيل معايا ان انا ما عنديش سايد رياكشن خالص، سايد رياكشن دي مشطوب عليها مش موجوده، يا ترى كان ايه اللي هيحصل؟ كان كل ال 85 مولز بتوعي دول هيدخلوا على الرياكشن الاولانيه بس، صح؟ ما هو كانوا هيروحوا فين؟ كانوا بدل ما هيتوزعوا على التو رياكشنز، لا، كان ال 85 هيدخلوا على التفاعل ده بس. طيب ال 1 مول بتدي كام مول من الايثيلين؟ ال 1 مول ايثين بتدي 1 مول ايثيلين، يبقى يا ترى ال 85 كانت هتدي كام؟ صح؟ تاني، الواحد بتدي واحد، يبقى ال 85 كانت هتدي كام؟ كانت هتدي 85. يبقى عدد المولات اللي كان مفروض تطلع لو ما كانش عندك سايد رياكشن والكونفرجن كان 100% يبقى كام؟ 85. من هنا اقدر اجيب مين؟ اقدر اجيب R1 لما اعوض في الرياكشن في الايكويجن دي هجيب R2. جبت R1 والR2، اعمل ايه بقى؟ تعال عوض هنا وهات كل الاوتبوتس كنمبر اوف مولز مش ك بدلاله R1 وR2. خلاص، يبقى احنا كده جبنا الاوتبوت نمبر اوف مولز كلهم كنمبر اوف مولز. طيب السؤال بقى، هو اصلا عايز اوتبوت نمبر اوف مولز ولا عايز اوتبوت كومبوزيشن؟ لا، هو عايز كومبوزيشن. كومبوزيشن يعني ايه؟ يعني بجمع كله وبجيب التوتال نمبر اوف مولز، وبعدين بجيب الكومبوزيشن عباره عن كل نمبر اوف مول على التوتال، كل واحد على التوتال، صح؟ هيطلع ده الكومبوزيشن بتاعي في الاخر. طيب ما تنساش انه كان عايز السلكتيفيتي، سلكتيفيتي بتاعت الايثيلين للميثين. يعني ايه سلكتيفيتي ايثيلين لميثين؟ يعني عدد المولات بتاعت الايثيلين اللي طلعت لك اللي هي 40.035 على عدد مولات الميثين اللي طلعت لك اللي هي 5.1، يبقى السلكتيفيتي بتاعتي 7.85. اوكي، طيب تعالوا نبص على المساله اللي بعدها. بيقول لي ايه؟ find the degree of freedom of the following reactor involving the reactions ان نيتروجين مع 3 هيدروجين يديني 2 امونيا. find the degree of conversion of the limiting reactant. هنا الفيد بتاعي مديني 40 مول بير اور نيتروجين، 12 مول بير اور هيدروجين، وقايل لي ان البرودكت بتاعي 8 مولز بير اور من الامونيا. خلاص، طيب اول حاجه هنعملها ايه؟ degree of freedom. يعني ايه degree of freedom؟ number of stream variables minus the number of independent equations minus the number of independent given variables minus the number of additional relations. خلاص، عندي كام stream variable هنا؟ 1 2 3 4 5. ما تنساش ان انت عندك 1 chemical reaction، فظهر عندك حاجه جديده اسمها ال R. يبقى عندك واحده بس chemical reaction، واحده بس، يبقى هيطلع عندك variable واحد بس جديد. يبقى انا عندي كام؟ 5 plus 1. اقدر اكتب كام material balance equation؟ عندي نيتروجين وهيدروجين وامونيا، يبقى انا عندي 3 equations اقدر اكتبهم. عندي كام given؟ عندي ال 40 مولز بير اور دول given، ال 12 مولز بير اور دول given، ال 8 مولز بير اور given، يبقى عندي 3 given. هل عندي اي relation؟ لا، ما عنديش ولا relation، يبقى 0. معنى ان degree of freedom ب 0 انها well specified. يعني ايه well specified؟ يعني اقدر احلها بوضعها ده. الاول هجيب بس الالفات. الفا ليه؟ عشان اشوف مين ال limiting ومين ال excess. يعني ايه الفا؟ ماينس النمبر اوف مولز اوف فيد على الستايكيومتريك كوفيشنت. فعرفت من هنا ان مين هو الليميتنج رياكتنت؟ هو الهيدروجين. اوكي، تعالوا بقى نكتب الايكويشن بتاعتنا. نيتروجين اوت بتساوي نيتروجين ان زائد الستايكيومتريك كوفيشنت في الار، فهيبقى نيتروجين اوت بتساوي ايه؟ 40 اللي هو نيتروجين ان ماينس ار، صح؟ لو جينا نعمل الكلام ده على الهيدروجين هقول هيدروجين اوت بتساوي هيدروجين ان اللي هي 12 ماينس 3 R، مش كده؟ لو جينا نقول على الأمونيا هقول أمونيا أوت بتساوي 0 لأن أنا ما عنديش أمونيا إن، زائد 2 R.
يبقى ايه الامونيا اوت بتساوي 2R. في نفس الوقت انت قايل لي ان ال 2R دول هما بيساووا كام؟ بيساووا 8. ما انت قايل لي ان الامونيا اللي خرجت بتساوي 8، يبقى الار بتساوي كام؟ بتساوي 4 مولز بير اور. اقدر اجيب بتساوي ماينس الكونفرجن في النمبر اوف مولز اوف فيد على الاستويكيومتريك كوفيشنت بتاع الليميتنج رياكتنت. انت مطلع عندي الار ب4، الكونفرجن هو اللي انا لسه مش عارفه، النمبر اوف مولز اوف فيد على الاستويكيومتريك كوفيشنت دول مين؟ بتوع الهيدروجين نمبر اوف مولز اوف فيد 12 على ماينس 3، يطلع الاكس ب1 او ان الكونفرجن 100%. ممكن اجيبها بطريقه ثانيه اقول هي عباره عن ايه؟ عباره عن الرياكتد على ام، رياكتد قد ايه من الهيدروجين؟ دول حبه المولات اللي رياكتد من الهيدروجين، صح؟ اللي هم 3R، يعني 3 في 4 ديفايدد باي الN اللي هم 12، يطلع برضو الكونفرجن 100%. وكان سهل عليا ان انا اجيب النيتروجين اوت والهيدروجين اوت، ماشي؟ طيب ده stoichiometric hydrogen nitrogen mixture اللي هو 75% hydrogen و 25% nitrogen for synthesizing ammonia is made by mixing producer gas، ومديني composition بتاع producer gas ده and water gas. composition بتاع water gas يعني ايه؟ علشان تحصل على الهيدروجين نيتروجين feed للأمونيا synthesis process اللي هو النيتروجين الهيدروجين نسبتهم لبعض 25 و75، بتعملها ازاي؟ بتدخل حاجة اسمها producer gas ومديني composition بتاعه، وحاجة اسمها water gas، بتدخلهم مع بعض بيقول لي ان الكربون مونوكسيد which acts as synthesis catalyst poison. انا عادة بخاف من الكربون مونوكسيد ده عشان بيعملي poisoning للكاتاليست. بعمل ايه؟ is removed by reacting this gas mixture with steam to form carbon dioxide and hydrogen via the shift reaction. يعني انت الكربون مونوكسيد بتاعك ده بتتخلص منه ازاي؟ بدخل عليه steam، الستيم ده بيحول لي كربون مونوكسيد لكربون دايكسيد وهيدروجين، تمام؟ يبقى انا بدخل البروديوسر جاز مع الواتر جاز وبدخل عليهم ستيم، الستيم بياخد الكربون مونوكسيد من هنا عشان يحوله لي الكربون دايكسيد، والهيدروجين والنيتروجين بيطلعوا على جنب، بيطلعوا بتركيز نيتروجين تو هيدروجين 25% و 75%. The carbon dioxide is subsequently removed by scrubbing with a suitable absorbent. هو بيخلص بعد كده من الكربون دايكسيد. Assuming that all compositions are in mole percent and that just enough steam. ممكن نركز مع بعض قوي في الجملة دي، بيقول لي just enough steam is added to completely convert the entire carbon monoxide. خلاص؟ يعني ايه؟ انت حاطط كمية ستيم يا دوب تخلص من الكربون مونوكسيد. ده معناه ايه بقى؟ معناه ان الاوتبوت ستريمز بتوعي لا فيهم مية ولا فيهم كربون مونوكسيد. واضحة؟ بيقول لي ايه؟ انت حاطط just enough steam خلاص to completely convert the entire carbon monoxide. يعني انت كمية الستيم اللي مدخلها يا دوب تغير لك الكربون مونوكسيد to carbon dioxide. خلاص؟ يبقى في الاوتبوت ستريم لا تكتب لي مية خارجة ولا تكتب لي كربون مونوكسيد خارج. Calculate the ratio in which producer and water gas streams ought to be mixed. أول حاجة هنعملها الـ degree of freedom number of stream variables minus the number of independent equations minus the number of addition of given variables minus the number of additional relations. عندي كام stream variable؟ أقف على كل stream شوف عليه كام component. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 plus 1 لأن عندي 1 chemical reaction، يبقى 9 plus 1. أقدر أكتب كام independent material balance equation؟ أقدر أكتب عن nitrogen وcarbon monoxide carbon dioxide hydrogen water. يبقى انا عندي 5 components اقدر اكتب عليهم material balance. عندي كام independent given؟ عندي كام given ما كنتش هعرف اجيبه لوحدي؟ نسبة النيتروجين دي، نسبة الكربون مونوكسيد، نسبة الهيدروجين اللي في الواتر جاز، ونسبة الهيدروجين في الميكستشر اللي خارج بره. يبقى انا عندي 4 given. هل عندي اي additional relation؟ لا ما عنديش. لما اجي احسب الdegree of freedom هتطلع 1 يعني ايه؟ يعني under specified، ناقص لها معلومة واحدة علشان تحل. بما ان هو مش مديني flow rate يبقى انا اقدر افرض basis. هفرضه فين؟ هفرضه عند الحتة اللي تسهل لي الحل. واضح هنا ان انا لو فرضته عند stream 1 عند الproducer gas
هيساعدني على الحل. أوكي؟ طيب نرجع نقول تاني، أنا بفكرك كلمة just enough steam is added to completely convert الـ entire CO، أنا ليه ما حطيتهاش مع الـ relations أو مع الـ givens؟ علشان أنت في الـ output streams لا جبت لي سيرة الـ CO ولا جبت لي سيرة المية. معنى كده إن أنت المعلومة بتاعتك دي أنت خلاص أخدتها في الاعتبار وأنت بتحسب الـ stream variance. أفرض إن stream 1 عبارة عن 100 moles per hour، ده معناه إن دول بدل ما كانوا نسب هيبقوا كميات. يبقى أنا عندي النيتروجين 78 moles per hour، كربون مونوكسيد 20 moles per hour، كربون دايكسيد 2 moles per hour. خلاص هعمل إيه بعد كده؟ هبتدي أشتغل على الإيكويجن بتاعتي، هطبقها على كومبوننت كومبوننت. بس قبل أي حاجة فكر إن أنا معايا كومبوننتس أصلا مش داخلة في التفاعل ده. واحد زي النيتروجين مثلا، النيتروجين ده زي ما هيدخل زي ما هيخرج. أنا ممكن أقول إن النيتروجين إن بتساوي نيتروجين أوت. ليه؟ لأن النيتروجين أصلا مش داخل في الكيميكال رياكشن. خلاص، فانا لو عملت كومبوننت ماتيريال بالانس على النيتروجين، اول حاجه زي ما نفتكر زمان كده لما كنا بنعلم على الكومبوننتس اللي عندي، سهل جدا انا اقول ان النيتروجين اللي خرج في ستريم 5 هو النيتروجين اللي دخل في ستريم 1. وفي نفس الوقت انت جاي بتقول لي ان النيتروجين بتاع 5 ده عباره عن ربع ستريم 5، 25% من ستريم 5، يبقى اقدر اجيب ستريم 5 كله على بعضه ولا لا؟ بما انك جبت ستريم 5 كله على بعضه فتقدر تجيب الهيدروجين اللي فيه لان هو في 75%. اوكي؟ طيب نعمل ايه بعد كده؟ نشتغل على الايكويجن بتاعتي دي وهمسك كومبوننت كومبوننت. هقول ان هيدروجين اوت بتساوي هيدروجين ان زائد الاستويكيومتريك كوفيشنت في الار. هيدروجين الاوت اللي هو كام؟ انت عندك الهيدروجين اوت 2 3 4 بتساوي الهيدروجين ان، كمية الهيدروجين اللي دخلت انا معرفهاش بس عارفة انها 50% من ستريم 2. خلاص الاستويكيومتريك كوفيشنت بتاعه ايه؟ بوزيتيف 1 في الار. فانا ممكن جدا اقول ان هيدروجين اوت بتساوي هيدروجين ان بلس ار. تمام، نفس الكلام كربون دايكسيد اوت بتساوي كربون دايكسيد ان، بس انا المره دي انا عندي كميه كربون دايكسيد داخله اللي هي 2. خلاص، زائد الاستويكيومتريك كوفيشنت بتاعه بلس 1 في الار. خلاص، يبقى الكربون دايكسيد اللي طلعت في ستريم 4 هي عباره عن كربون دايكسيد اللي دخلت من هنا اللي هي 2 بلس ار. تعالوا بقى نشتغل على الكربون مونوكسيد. هقول كربون مونوكسيد اوت اللي هو ايه؟ انا ما عنديش، فانا ممكن اقول جدا ان الكربون مونوكسيد اوت ده بزيرو بتساوي كربون مونوكسيد ان. ايه هي كربون مونوكسيد ان؟ هم الحبه اللي دخلوا من هنا ال 20 دول، خلاص، زائد الحبه اللي دخلوا مع ستريم 2. اوكي، ده الان بتاعها ماينس الار. اوكي، صح كده، الان ماينس الار. طيب نيجي على مين بقى؟ الميه. الميه اوت، وبرده نفس الكلام انا ما عنديش ميه خارجه فهعتبر ان الميه اوت بزيرو، بتساوي الميه ان. الميه ان اللي هي الميه اللي دخلت في ستريم 3 زائد سوري الاستويكيومتريك كوفيشنت بتاعها اللي هو ماينس 1. لو جينا ناخد بالنا بصوا على الايكويجن دي هلاقي ان انا ممكن جدا اشيل H2 اللي في ستريم 2 واحط مكانها نص ستريم 2 half of F2، ونفس الكلام شايفين دي انا ممكن جدا اشيل الكربون مونوكسيد اوف ستريم 2 واحط مكانها نص ستريم 2. يبقى انا كده هعمل ايه؟ بقى عندي تو ايكويجنز في تو انونز. ايه الانونز بتوعي؟ F2 و R. لما احلهم مع بعض هقدر اجيب كميه ال F2 على بعض واقدر احسب ال R. طيب لو جيت ابص على الايكويجن دي انا عارفه ان الكربون دايكسيد اللي خرج في ستريم 4 هو 2 بلس R، وسهل عليا جدا ان انا اجيب الكربون مونوكسيد اللي في ستريم 2 اما عن طريق الايكويجن دي او عن طريق ان انا اقول هو نص ستريم 2. هو كان طالب مني ايه؟ كان طالب مني كميه البروديوسر جاز بالنسبه لكميه الواتر جاز، يعني ستريم 1 2 ستريم 2 فهيطلع 0.467. بص على المساله دي بيقول لي ايه؟ ذا ريدكشن اوف ماجنيتايت اور ال Fe3O4 عشان يحوله لميتاليك ايرون، عشان يحوله الايرون. This can be carried out by reacting the ore with hydrogen gas. The reactions taking places are، أنا عندي هنا اتنين reactions، إن الماجنيتايت ده مع الهيدروجين بيديني 3 FeO ومية، وبعدين ال FeO مع هيدروجين بيرجع يديني Fe ومية. When 4 moles per hour of hydrogen and 1 mole per hour of magnetite are introduced into a reactor, a steady state output of 0.1 من الماجنيتايت and 2.5 mole of hydrogen, 0.5 moles of iron is obtained along with other chemical species. Calculate the complete reactor output. عايزك تحسب الرياكتور output ده هيطلع فيه كام مول per hour من كل واحد. أول حاجة قلنا بنعملها إيه؟
degree of freedom, number of stream variables minus the number of independent equations minus the number of independent givens minus the number of additional relations. أول حاجة عندك كام stream variable، أقف على كل stream شوف عليه كام component، 1 2 3 4 5 6 7 plus 2. ليه plus 2؟ لأن عندك 2 chemical reactions وبالتالي ظهر عندك 2 variables جديد، واحد اسمه R1 وواحد اسمه R2، فبقى عندك 9 variables مش بس السبعة بتوعك. أقدر أكتب كام material balance equation؟ هيدروجين، مية، FeO، Fe، Fe3O4، يبقى عندك 5 equations. هل عندك أي independent given؟ عندي 4 مول بر اور هنا، و1 مول بر اور هنا، و2.5 مول بر اور هنا، و0.1 مول بر اور هنا، يعني عندك 4 givens. هل عندك أي relations؟ لا ما عندكش. أجي أحسب الديجري أوف فريدم هلاقيها 0، 0 يعني well specified، يعني ينفع تتحل بوضعها ده. أحلها إزاي؟ هكتب الإيكويجن بتاعتي على component component. إزاي؟ هقول الماجنتايت أوت بتساوي الماجنتايت إن زائد الاستويكيومتريك كوفيشنت بتاعه R1 زائد في R1 زائد الاستويكيومتريك كوفيشنت بتاعه في 2 في R2. أوكي؟ طيب الماجنتايت أوت ده بكام؟ ده أنا عندي 0.1 بتساوي الماجنتايت إن اللي هو أنا عارفاه ب1. الاستويكيومتريك كوفيشنت بتاعه في الرياكشن الأولاني ماينس 1، لكن هو مش موجود عندي في الرياكشن الثاني أصلا، يبقى ممكن جدا أقول 0.1 بتساوي 1 minus R1. أوكي؟ طيب تاني هيدروجين أوت بتساوي هيدروجين إن زائد نفس الكلام كل stoichiometric coefficient في الـ R بتاعتها. هيدروجين أوت عندك؟ لا مش عندك. طب هيدروجين إن عندك؟ 4. الاستويكيومتريك coefficient بتاعه في التفاعل الأولاني minus R1 والتاني أقول minus R2، يبقى هيدروجين أوت بتساوي 4 minus R1 minus R2، صح؟ وده منطقي ان انا اقول كميه الهيدروجين اللي طلعت في الاخر خالص هي عباره عن الاربعه اللي انت مدخلهم ناقص الحبه اللي اتفعلوا هنا ناقص الحبه اللي اتفعلوا هنا، مش كده؟ طيب نيجي على مين بقى؟ نيجي على ال FeO. FeO out معرفهاش كام، FeO in ما دخلتش اصلا، ماشي. الاستويكيومتريك كوفيشنت بتاعها في الرياكشن الاولاني بلس 3، لكن الاستويكيومتريك كوفيشنت بتاعها في الرياكشن الثاني ماينس 1، صح؟ فده منطقي ان الايرن اوكسايد اللي هيطلع لي بره خالص هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن الكميه اللي انتجت في اول تفاعل ناقص الحبه اللي استهلكوا منها في تاني تفاعل، صح؟ طيب لو جينا على الاف اي هقول سوري، لو جينا على الميه الاول الميه اوت انا ما اعرفهاش برده بتساوي الميه ان زيرو لان انا ما عنديش اي ميه ان، الاستويكيومتريك كوفيشنت بتاعها هنا positive 1 يبقى positive 1 R1 زائد positive 1 R2، ماشي. لو جينا بقى على ال FE بقول FE out بتساوي FE in، انا برضو ما عنديش FE داخل فهيبقى 0. الاستويكيومتريك كوفيشنت بتاعه في R1 مضروب في R1، انا اصلا ما عنديش FE في التفاعل الاولاني، عندي بس في التفاعل الثاني يبقى FE out اللي هو ال 2.5 اللي انا عارفاهم دول FE out بتساوي R2. الإيكويجن الأولانية بتاعت الماجنتايت إن أنا ممكن أحسب الـ R1، ليه؟ لأن أنا الإيكويجن دي الـ unknown الوحيد اللي فيها R1، فقدرت أجيب إن الـ R1 بـ 0.9 مولز بر أور، تمام؟ وواضح من آخر واحدة اللي هي بتاعت الـ iron إن أنا أقدر أجيب الـ R2، الـ R2 يعتبر على طول بكام؟ بـ 2.5. وانس إني جبت الـ R1 والـ R2 أصبح بقية الحاجات كلها سهل إن أنا أجيبها، ليه؟ عشان هم أصلاً موجودين عندي بدلالة R1 و R2، تمام؟ هجيب كل الـ components بتوعي as number of moles. طيب تعالوا نبص على المسألة دي، بيقول لي ايه؟ الـ chlorination of benzene produces a mixture of mono و di و tri و tetra substituted products via the reaction chain. أنا عندي بنزين بدخله على reactor، بدخل مع الرياكتور ده كلورين، بيحصل أربعة reactions في كل مرة بتطلع لي product مختلف، اوكي؟ البرودكتس دول بيتقسموا على two streams، stream فيه بنزين و مونو كلورو بنزين و داي و تراي و تترا كلورو بنزين، و stream تاني بيطلع فيه كلورين وهيدروجين كلورايد بس. بيقول لي the primary product in the chlorination is trichlorobenzene، يبقى انت اساسا بتعمل الكلام ده كله عشان تطلع التراي كلورو بنزين. But of course
concurrent production of the other chlorobenzenes is unavoidable. للأسف هو مش قادر يتجنب الإنتاج بتاع بقية الكلوروبنزين اللي طلع. Suppose a 3.1 to 1 molar feed ratio of chlorine to benzene. يعني أنت مدخل الكلورين للبنزين بمولر ratio 3.1 to 1. تمام؟ ده لما بتدخله بالريشيو ده بيطلع لك البرودكتس بالبرسنتج دي. ماشي؟ بيقول لي suppose a 3.1 to 1 molar feed ratio of chlorine to benzene yields on a hydrogen chloride وchlorine free basis. يعني ايه؟ يعني النسب اللي انا هقولها لك دي من غير الهيدروجين كلورايد والكلورين. خلاص؟ مديني composition البنزين 1%، كلوروبنزين 7%، داي كلوروبنزين 12%، تراي كلوروبنزين 75%، والتترا كلوروبنزين 5%. If 1000 مول per hour of benzene is charged to the reactor, calculate the mole per hour of hydrogen chloride byproduct والtrichlorobenzene primary product produced. خلاص؟ يبقى انت افرض ان انت داخل عندك 1000 مول per hour من البنزين، شوف بقى هتطلع كام هيدروجين كلورايد وtrichlorobenzene. طيب، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بلس 4. ليه بلس 4؟ لأن عندي 4 chemical reactions، فهيبقى 9 بلس 4. أقدر أكتب كام material balance equation؟ عندي بنزين وعندي كلورين وعندي هيدروجين كلورايد وعندي مونو وداي وتراي وتترا، عندي 7. خلاص؟ يبقى 7 components أقدر أكتب عليهم material balance. عندي كام indicator؟ عندي كام independent given؟ عندي ادي فلوريت وعندي 5 compositions، 4 منهم كفاية. تمام؟ يبقى عندي 5 givens. عندي اي relation؟ عندي relation اللي فوق دي، يبقى عندي 1 relation. لو جينا حسبنا degree of freedom هنلاقيها بزيرو. زيرو معناها ايه؟ well specified، يعني المسألة ينفع تتحل من دلوقتي. طيب نبص كده، ما تنساش ان انت عندك relation بتربط لك stream 2 بstream 1. فلو انت عندك ستريم 1 1000، ده معناها ان الكلورين اللي داخل بكام؟ كلورين اللي داخل ب 3.1 في ال 1000، يعني 3100 مولز بير اور. اوكي؟ زي ما اتعلمنا مع بعض ان احنا دايما عايزين نعمل ايه؟ نعلم على الحاجات اللي عندنا. انا عندي الكميه دي وعندي الكميه دي. طيب اعمل ايه بعد كده؟ طبق الايكويجن بتاعتك على كومبوننت كومبوننت. لو اشتغلنا على البنزين هنقول ايه؟ بنزين اوت بتساوي البنزين ان زائد الستويكيومتريك كوفيشنت بتاعه في ايه؟ في الرياكشن الاولاني تايمز ار1، يبقى ماينس ار1. طب لو تاخد بالك ان البنزين اوت ده عباره عن ايه؟ عباره عن 1% من ستريم 4. اوكي؟ طيب لو جينا نطبق الكلام ده على المونو كلوروبنزين هنقول ايه؟ الان بتاعه اللي هو بزيرو زائد الستويكيومتريك كوفيشنت بتاعه ار1 في رياكشن 1 تايمز ار1 زائد الستويكيومتريك كوفيشنت بتاعه في رياكشن 2 في ار2، يبقى بلس ار1 ماينس R2. أخد بالك؟ لأن هو عند R1 هو product، لكن عند الرياكشن التاني هو reactant. يبقى هقول إنها R1 ماينس R2، وفي نفس الوقت ده عبارة عن مين؟ عبارة عن 7% من الـ output stream. أوكي؟ طيب لو جيت أتكلم على الـ dichlorobenzene هقول إيه؟ عبارة عن N اللي هو 0 زائد R2 ناقص R3. مش كده؟ الستويكيومتريك كوفيشن بتاعه في الرياكشن الثانيه بوزيتيف 1، لكن في الرياكشن الثالثه بنيجاتيف 1، يبقى ار2 ناقص ار3. طب لو جينا نتكلم على التراي، برضو الان بتاعه بزيرو زائد ار3 ناقص ار4، وفي نفس الوقت التراي ده عباره عن 75% من ستريم 4. اوكي؟ طيب التترا بقى اللي هو عباره عن ار4 بس، لان ايه؟ الان بتاعه زيرو بلس 1 في R4، يبقى R4 ب 5% من ستريم 4. تمام كده؟ يبقى أنا عندي equation فيها R1، واحدة تانية فيها R1 و R2، واحدة تانية R2 و R3، واحدة تانية R3 و R4، واحدة تانية R4 بس. أوكي؟ طيب كلورين أوت عبارة عن إيه؟ عبارة عن كلورين إن اللي هو ب 3100 ماينس R1 minus R2 minus R3 minus R4. ليه؟ عشان هو كل مرة الستويكيومتريك كوفيشنت بتاعه minus 1 عشان هو رياكت. تمام؟ طيب لو جينا نطبقها على HCl بقى هتبقى بالعكس، 0 plus R1 plus R2 plus R3 plus R4. ليه كله بلسات؟ لأن هو product في الأربعة، product في الأربعة رياكشن. صح كده؟ طيب
لو أنا جيت عوضت من الإيكويجن الرابعة للإيكويجن اللي فوقيها هعمل إيه؟ لو أنت جيت شلت R4 وعوضتها هنا هيبقى عندك إيكويجن فيها R3 مع F4 بس، صح؟ وبعدين جيت رحت معوض بالإيكويجن اللي طلعت لك R3 في F4 في الإيكويجن دي، هتبقى عندك علاقة مين؟ R2 بF4. جيت عوضت في اللي فوقيها هيبقى عندك R1 وR4، تعوض هنا تحل وتجيب الـ R مع الـ F4 وتجيب كل الـ components. لو قعدت عوضت الـ equations دي كلها في بعض هقدر أجيب في الآخر الـ R1 بكام والـ R2 بكام والـ R3 بكام والـ R4 بكام. وونس إنك جبت الآرات أنت بقى سهل عندك إنك تجيب أي component، ممكن تجيب الـ hydrogen chloride out، ممكن تجيب الـ chlorine out، وممكن كمان تجيب كل الـ components out، البنزين والمونوكلوروبنزين والدايكلوروبنزين والتراي والتترا، تمام؟ الحقيقة الطريقة دي صح مش غلط، لكن هي متعبة جدا. ليه؟ لأن أنت قعدت تحل معادلات وتدخل معادلات جوه بعض، معادلات جوه بعض. وللأسف أنا كنت فاكرة إن أنا ما عنديش حل تاني علشان هو مديني فلورين، فبالتالي مش هقدر أفرض فلورين، صح ولا لأ؟ لأ، للأسف أنا كان عندي حل تاني سهل جدا. إيه هو؟ إن أنا أعمل ريلوكيشن للبيزس. يعني إيه؟ يعني أنت النهاردة جيت وديتني بيزس في حتة أنا مش عايزاها، صح كده؟ اديتني الألف مول دي، بس انا ما كنتش عايزاه، ده انا كان احسن لي قوي ان انت تديني البيزس بتاعك فين؟ في الستريم اللي خارج، وساعتها كان هيبقى بالنسبه لي سهل قوي الحل، تمام؟ فساعتها بقى كان المفروض ان انا اعمل ايه؟ اعمل ريلوكيشن اوف بيزس. يعني ايه ريلوكيت البيزس؟ انا هعتبر نفسي ما اعرفش اصلا ال1000 مول بير اور اللي داخلين دول، وهفرض 1000 مول بير اور غيرهم خالص عند البرودكت ستريم. وزي ما قلنا قبل كده مش لازم عشان شلت 1000 احط 1000، لا انا حر احط اللي انا عايزاه. لما عملت كده يبقى انا ايه؟ قدرت اجيب الاوتبوتس دول كلهم as number of moles، وبالتالي لما جيت اطبق في الايكويجن بتاعتي على كومبوننت كومبوننت، بصوا انا بقى عندي دول كلهم بنمبر اوف مولز. من هنا قدرت اقول ايه؟ على كل الكومبوننتس بتاعتي بدلاله R1 وR2 وR3 وR4، خلاص؟ بس المره دي بقى ايه السهل اللي فيها؟ ان انا من اول مره قدرت اجيب ان الـ R4 ب 50، صح؟ ده معناه ايه؟ ان انا لو قعدت اعوض في كل واحده فيهم، في كل واحده من الايكويجنز، خلاص هتبقى سهله. من هنا اقدر اجيب الار 3. طب اللي بعدها لو قدرت اعوض هقدر اجيب ار 2، اللي بعدها لو قدرت اعوض هقدر اجيب ار 1، تمام؟ بما ان انا جبت كل الارات يبقى هعرف اجيب مين؟ هعرف اجيب الاف 1. وبالصدفه بالصدفه طبعا ده مش شرط انها طلعت 1000 زي اللي انا كنت شايلاها، زي البيسس اللي انا كنت شايلاها، تمام؟ بس طبعا ده مش شرط انها تطلع، بالصدفه انها طلعت نفس الكميه، وبالتالي هقدر اجيب الـ F2 واقدر اجيب كل الكومبوننتس بتوعي، تمام؟ طبعا الطريقه دي اسهل وفي الحسابات اسهل كتير. يبقى احنا دايما يا جماعه نحط في بالنا ان انا الريلوكيشن اوف بيزس ده ساعات بيحل لي حاجات كتير جدا، بيحل لي حاجات لما يكون فيها معادلات في مجاهيل وما اقدرش افرض بيزس عشان عندي بيزس جيفن.